الوحدة الثالثة: العلاقات بين مختلف مكونات الوسط البيئي. مادة النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي. الحصة الأولى: أهم مكونات الوسط البيئي. إذا لدينا عناصر الوسط الحي تتكون من: قسمين إذا لدينا كائنات القسم الأول كائنات حية القسم الثاني عناصر غير حية بالنسبة للكائنات الحية فتنقسم إلى حيوانات ونباتات أما العناصر الغير الحية فتنقسم إلى صخور وتربة وماء وهواء اذا يتكون الوسط البيئي من مكونات مترابطه ومتفاعله في منطقه جغرافيه معينه ويحتوي على عناصر حيه مثل النباتات والحيوانات وعناصر غير حيه مثل المياه والتربه ننتقل الى الحصه الثانيه العلاقات بين مختلف مكونات الوسط البيئي ان العلاقات الغدائيه هي اهم العلاقات الموجوده بين مكونات الوسط البيئي حيث انها تربط بين الكائنات الحيه في وسطها وتظهر في السلاسل الغذائيه فالتربه مثلا توفر الماء والاملاح المعدنيه للنباتات وتوفر النباتات الغذاء للحيوانات العاشبه والتي بدورها توفر الغذاء للحيوانات اللحمه ترتبط الكائنات الحيه اذا فيما بينها داخل وسطها البيئي بعلاقات غذائيه يمكن تمثيلها على شكل سلاسل او سلاسل غذائيه وعندما تتقاطع السلاسل الغذائيه في حلقه او اكثر تتكون شبكه غذائيه اذا ننتقل الى الحصه الثالثه والرابعه علاقات الافتراس والتطفل والتعاون والتنافس بين الكائنات الحيه تسود بين الكائنات الحيه علاقه متبادله متنوعه منها التعاون والتنافس في علاقه الافتراس ينقض كائن حي مفترس على اخر فريسه ويقتله لكي يتغدى عليه في علاقه التطفل يعتمد كائن حي متطفل في العيش على كائن حي آخر عائل أكبر منه حجمه بكثير عموما ويؤديه في التعاون يرتبط كائنين حيين بحيث يستفيد كل منهما من علاقته بالآخر لكن عند انفصالهما عن بعضهما يستطيعان العيش. أما في علاقة التنافس، فيتم التزاحم والتصارع بين كائنين حيين أو أكثر على نفس مصدر الغذاء، أو من أجل نفس المصلحة. ننتقل إلى الحصة الخامسة: أثر الإفتراس على التوازن البيئي، تعمل علاقة الإفتراس على الحفاظ على التوازن في النظام البيئي، الافتراس يحد من تكاثر الحيوانات العاشبة وبالتالي يساهم في حماية الغطاء النباتي من الاندثار. اذا ننتقل الى الحصه السادسه اثر التطفل على التوازن البيئي تعتمد الطفيليات في تغذيتها على أجسام كائنات حية أخرى كالحيوانات والنباتات والإنسان. وهي تؤثر على التوازن البيئي لأنها تصيب المكونات الحية للوسط. وتضعفها او او تبيد حلقه او اكثر من حلقات السلاسل الغذائيه بالوسط البيئي اذا نمر الى الحصه السابعه تاثير الاحداث الطبيعيه والانشطه البشريه على التوازن البيئي قد يحدث اختلال التوازن البيئي اما بفعل عوامل طبيعيه او اخرى بشريه وتشمل العوامل الطبيعيه الانفجارات البركانية والفيضانات والأعاصير والحرائق الطبيعية أو بفعل تدخل الإنسان الرعي الجائر أو التلوث إلى آخره ومن طرق المحافظة على البيئة وحمايتها إنشاء المحميات الطبيعية والتشجير والحد من تلويث الماء والتربة والهواء عبر التخفيف من استخدام الملوثات وإنشاء محطات لمعالجة المياه الملوثه وبناء السدود